كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الاتفاق مع القادة الأوروبيين على رفض شن إسرائيل لعملية عسكرية في رفح الفلسطينية وأهمية التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل. كما دعا خلال كلمته بحضور القادة الأوروبيين إلى ضرورة العمل على تنفيذ حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية، ولأن التسويف في حل تلك القضية يعرض المنطقة والعالم بأسره لعدم الاستقرار. اتفقنا أيضا والقادة الأوروبيين على رفض شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح، بما سيضاعف من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون بالقطاع، فضلا عن آثار تلك العملية على تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلا. وتؤكد مصر مجددا رفضها الكامل لأي محاولات من قبل إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني قسريا من أرضه المحتلة منذ عام 67، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.